اتكلم مع بعض المنهج بتاعنا. الفصل الثالث عندي النظام النقدي وخصائصه. اول حاجه تعريف النظام النقدي، ثانيا اهداف النظام النقدي، ثالثا خصائص النظام النقدي. اول عنصر عندنا هنا هتكلم عن تعريف النظام النقدي. يعني ايه كلمه نظام؟ لما باجي بعمل نظام يعني بعمل قواعد تنظيميه. انا عندي هنا لما اجي اقول عرفي النظام النقدي او عرف النظام النقدي، هتقولي ان هو مجموعه من قواعد تنظيميه ومنظمات نقديه خاصة بإيه؟ أنا بتكلم عن النقود، يبقى خاصة بالتداول النقدي في بيئة اقتصادية معينة وحسب أنواع النقود المستعملة. يبقى لما أجي أقول لك تعريف النظام النقدي، كلمة نظام أفتكر إن هي قواعد تنظيمية ومنظمات نقدية. خاصة بإيه؟ عندي كلمة نقدي يبقى خاصة بالتداول النقدي في بيئة اقتصادية معينة وحسب أنواع النقود المستعملة. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أهداف النظام النقدي. نقولها في نقط سريعة كده. انا بعمل نظام نقدي، ايه الاهداف بتاعته؟ ان انا عايز احقق استقرار اقتصادي، ان انا عايز اعمل استقرار في قيمه العمله الوطنيه، ان انا عايز اعمل مرونه التحكم في كميه النقود المتداوله. فانا عندي هنا حاجتين عايز اعمل لهم استقرار، استقرار اقتصادي واستقرار قيمه العمله الوطنيه، واعمل مرونه التحكم في كميه النقود المتداوله. تعالوا نشوف العناصر بتاعتي هنا بتقول ايه. عايز اشوف اهداف النظام النقدي ان انا احقق اهداف السياسه الاقتصاديه اللي بتتمثل في ان انا احقق الاستقرار الاقتصادي. طيب تحقيق الاستقرار الاقتصادي هيضمن لي تحقيق استقرار قيمه الوحده النقديه اللي هي بتتمثل في ايه؟ في استقرار الاسعار. تاني حاجه مرونه التحكم في كميه النقود المتداوله، وده عن طريق ان هو بيوفق بين الاحتياجات الحقيقيه للاقتصاد في الظروف المختلفه. رقم ثلاثه احافظ على استقرار قيمه العمله الوطنيه دوليا من خلال المحافظه على قابليتها للتحويل الى عملات اجنبيه. ننقل النقطة ثالثا، ايه هي خصائص النظام النقدي؟ خصائص النظام النقدي تركيب، تكاملية، تاريخية. فأول خاصية عندي خاصية التركيب، تاني خاصية علاقات تكاملية بين النظام النقدي والنظام الاجتماعي، رقم ثلاثة العلاقات التاريخية بين النظام النقدي والنظام الاجتماعي. هنتكلم عن خاصية التركيب. كل نظام نقدي متمتع بخاصية مركبة، فبيتكون من عنصر أساسي وعناصر ثانوية. العنصر الأساسي قاعدة نقدية هي اللي بتلعب الدور المسيطر في عملية تنظيم تداول النقود. إيه المقصود بالقاعدة النقدية؟ إن هي المقياس اللي بياخده المجتمع لحساب القيم الاقتصادية، وبتعرف أيضا بإيه؟ بقاعدة القيم. القاعدة النقدية ليها هدف، الهدف بتاعها إن هي تحافظ على القيمة الاقتصادية للنقود، يعني بتحافظ على قوتها الشرائية. مشرع اتخذ من الذهب قاعدة أو مقياس للقيم، وأصبحت ما تساويه وحدة النقد الجنيه من الذهب. يبقى الوظيفة الأساسية لقاعدة النقد إن هي تحافظ لي على القيمة الاقتصادية للنقود، وأي تقلبات بتحصل في القاعدة النقدية دي بتأثر في القوة الشرائية للنقود وفي قدرتها إن هي تأدي الوظيفة بتاعتها. نيجي بعد كده على العناصر الثانوية. العناصر السنوية الوحدة الرسمية المستخدمة في الحسابات النقدية اللي هي الجنيه في مصر، بستخدمها لتسديد المدفوعات الداخلية زي اقتراض وبيع أو شراء أو أجور. لازم في النقود دي تتوفر صفتين أساسيين، أول حاجة صفة قانونية، تاني حاجة صفة نهائية. الصفة القانونية بتعبر عن إرادة الدولة وتتمتع بقوة إبراء مطلقة إن يوفي بالالتزامات. الصفة النهائية إن هو بيفرض لها سعر إلزامي ولا يمكن تحويلها إلى أي نوع من النقود إلا في إطار العمليات العادية للصرف. أول خاصية في خصائص النظام النقدي كانت خاصية التركيب. تاني خاصية خاصية العلاقات التكاملية بين النظام النقدي والنظام الاجتماعي. لو عايزين نحدد معالم النظام النقدي لازم نبص للبيئة الاجتماعية والاقتصادية النظام النقدي بيعمل فيها. فالنظام النقدي أدوات اقتصادية بتخذها عشان أسهل عملية إنتاج وتبادل المنتجات. فأنا عندي هنا النظام النقدي في الاقتصاد الرأسمالي بيختلف عن النظام النقدي في النظام الاشتراكي. فكل اقتصاد ليه نظام النقدي معين اللي بيتناسب معاه. نيجي بعد كده على خاصية العلاقات التاريخية بين النظام النقدي والنظام الاجتماعي. النظام النقدي نظام تاريخي بيتطور ويتغير مع تطور وتغير النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه. فالنظام النقدي بيولد من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في فترة معينة ويتطور بتطور تلك الظروف. كده تكون محاضرتنا النهاردة خلصت. شكراً.